من ماتت الله يرحمه مو بس احنا خسرناه لا كل يعني انا اصدقائي. انت ليش مره من المرات انا وصباح عندنا مهرجان فانا اقرا واشوف صباح انتهى بالبكي انتهى يعني تاثر حيل بكي حيل انا صباح شنو الموضوع فمن كملت قال لي لا تندار اصحى سيارتك وروح قلت له صباح قال لا تندار اترجاك خلانا بشك قلت له ليش قال لي ام حسين وراك يا امه هي ميته مره طبق الاصل قاعده ورا المجلس تبكي ما خليتها اي والله الملا يقرا يعني هسه انا خب مو ما سامع مالات ملا حيدر احنا دائما نقرا مهرجانات وشهداء وكذا ابو اكو مره قاعده تشبهها بالضبط فحيدر انقلق يبوا علي قال لي شكو شبيك تبكي من خلصت لها قلت له لا تدير وجهك الله يرحمها برحمته الواسعه شنو هذا سر علاقتها بي استاذ صباح يعني ابو حسن شيخ وهمينا مكانته يعني تعرف انت وحيدر يعني نقول احنا اليوم بزر القاعده صح يكون مدلل بس أم كبيرة لما كانوا هاي لكن العلاقة تأذى عليها وتمرض شنو هاي انت قريب عليهم حيدر وصل الموت وصل الموت ايه هاي وصل. البارت الأخير راح نحكي هاي القصة طبعا هم الولد للأمانة كلهم بهم البركة الله يحفظهم ناس متدينين خايفين الله بارين بأهلهم لكن ملا حيدر لأنه أصغر واحد وملا حيدر حنين طبعه يعني عاطفي جدا فكان قريب إله يعني ملا حيدر بحيث ما خلى شيء ما سوى يعني أنا مرة يجوز هو ما يدري حكيت ويا واحد من ولدنا قلت له يعني حيدر ترى جاي يبالغ يعني ما يصير هيك هي مرة يعني مريضة شي يريد يسوي قال هاي بعد ما يقتنع يعني ما خلى دولة ما وداها عالجها ما خلى يعني وبالعافية علي نتمنى احنا نسوي مثله والله لهن يعني منا حاجي يقول صباح سر توفيقي هي صح انا بيتي والله. ومالي وحلالي وشغلي ورزقي كله من عندها بسبب دعائها واحنا متأكدين يعني حتى وهي يعني بجوار رب العالمين لا زالت تدعو الى لانه حيدر بار بوالدي يعني حتى وهي والده كان هم نفس الوضعية ما فكرت تكتب لأم حيدر والله تستاهل أم حيدر أم حيدر خادمة الحسين و يعني تستاهل احنا اليوم صعب تكتب انه يعني مثل اكو ناس تقول لك انا ما اتحمل انا والله اقدر اكتب بس المشكلة ما اريد اذيه حيدر يعني ما تريد تكتب شيء اي والله ما اريد اذيه والله هذه اللحظة ما مستوعب الموضوع انا ما مستوعب اي والله ما نريد ناذي احنا بس احنا نقول له يا حيدر بالعافيه عليك يعني انه انت ما قصرت وبالعافيه عليها اللي مرات الانسان يشوف يترك اثر صح اثر الانسان وين يكون بعائلته صح اليوم هي يعني ابنائها خدمت الحسين يعني ابو حسنين الحج ابو حسنين و ملا حيدر والشيخ حسين وابو مسلم ناس حسينيين وما عندهم غير هذا الدرب هاي لو ما تربيتها ما يطلعون هيك تاكيد مو لا عذب الله امي انها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن وكان لي والدا يهوى ابا حسن فصرت مندي وذا اهوى ابا حسن يعني هي لو ما عندها عشق له البيت ما يطلعون ابنائها بهالشكل الله يرحمها برحمته الواسعه الله يرحمها